كل اللي هاجروا من قريب الزبارة أو البحرين في 37 كلها تهجير قسري. طلعت إشاعات بعدين أن لازم إحنا نرحل، هذه الأرض ما بأرض بحرينية، هذا أرض قطرية. وهذا سمعنا طاري أن بيصير ما بين القبائل الخليبة تبع البعني، يعني إنه دخلنا الحين تهجير قسري بالتهديد، وسكننا وضربنا المضارب اللي هم استولوا على حلالهم واستولوا على أملاكهم. وتعليق قالوا أن الثاني استعانوا بجيش من فارس نيران. حق الإنسان ما يضيع، إن هي المسألة اقتصادية. أنت لما تطلع الإنسان من بيته ومن ديرته خلاص استولت عليه. يعني البحرين كانت قبل يكتشف البترول كانت لشركات إنجليزية تستكشف البترول في البحرين، قالوا أن الكميات قليلة أو كميات غير تجارية ولا تسوى أن هي العمليات، فتخلوا عنها. إن شاء الله ما يضيع حق وراح نطالب.